طيب دكتور، ماذا عن عمل المرأة في هذه المهنة، مهنة المحاماة؟ فقد التزم عملا عليه أن يؤديه، وليس له أن يتراجع. إذا حصل المحامي أخذ، لم يحصل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. يحتاج الناس كثيرا إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم والفصل في منازعاتهم، وتتباين أحوال الناس وتتفاوت قدراتهم أمام القضاء من حيث تقديم الحجة والدفاع عن حقوقهم. وبناء على منهج الإسلام في تحقيق المساواة بين الخصمين أمام القضاء، فقد شرع لمن كان حاله أضعف من خصمه في الحجة والبيان أن يوكل غيره في دعواه أمام القضاء. فما هي أحكام المحاماة في الشريعة الإسلامية؟ وما هو تكييف العلاقة التعاقدية بين المحامي والموكل صاحب الدعوة؟ وهل للمحامي أن يأخذ نسبة مئوية من الأموال التي يحصلها في الدعوة؟ وهل يستحق المحامي أجراً إذا خسر الدعوة أو لم يتابعها بالشكل المطلوب؟ في هذه الحلقة من برنامج درهم ودينار نتعرف على أحكام المحاماة من خلال استضافة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، المتخصص في المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية. أهلاً وسهلاً بكم دكتور. ياكم الله، أهلاً وسهلاً بكم. أحسن الله إليكم. وإليكم أخي الكريم. بداية دكتور، لو تبين لنا حكم الشريعة الإسلامية في مهنة المحاماة، وما هي الضوابط الشرعية لجواز مزاولة هذه المهنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. المحاماة أو التوكيل أو الوكالة بالخصومة عمل مشروع في الأصل، عمل مشروع بالأصل إذا كانت هذه المهنة وكان المحامي ملتزماً بضوابط الشرع في مزاولة مهنة المحاماة أو في المخاصمة في الدعاوى التي وكل فيها. وأهم ما يشترط في عمل المحاماة ألا يرافع المحامي عن دعوى مبطلة، دعوى مبطلة قصد فيها أكل المال بالباطل. فإذا علم المحامي أن هذه الدعوى مبطلة وأن الموكلة يطالب بما ليس هو حق له، فليس لا يجوز له أن يترافع وأن يقبل أن يرافع فيها. وأيضا أن يطالب المحامي في وكالته وفي دفوعه، يطالب القضاء بالحكم لموكله بما يستحقه، لا أكثر مما يستحقه الموكل. وأيضا على المحامي أيضا أن يتحلى أيضا بالأمانة، الأمانة في أثناء المرافعة وفي أثناء يعني تقديم الدفوع، وألا يكون للخائنين خصيمة. فإذا التزم المحامي هذه الأحكام وهذه الضوابط في عمله، وكانت الدعوة محقة ويعني طالب بما هو حق في الشرع، فيجوز له أن يزاول هذه المهنة وأن يعمل فيها وأن يكسب المال منها ويتربح من خلال العمل فيها. نعم. طيب دكتور، ماذا عن عمل المرأة في هذه المهنة، مهنة المحاماة؟ المرأة والرجل في مهنة المحاماة من حيث الأصل المحاماة يعني تجوز أن تعمل، يجوز أن تعمل المرأة فيها ويجوز أن يعمل الرجل. لكن المرأة إذا عملت في المحاماة يعني يشترط فيها ما يشترط في عمل المرأة في غير المحاماة. فالمرأة عمل المرأة خارج البيت يعني يشترط أن تلتزم المرأة بالضوابط الشرعية للعمل خارج البيت، من التزام الحجاب الشرعي، وألا تخضع بالقول أثناء المرافعات، وألا يعني تضع الزينة، تكشف من زينتها أثناء لنا المحاماة، تقتضي الاحتكاك والدخول إلى المحاكم والحضور في جلسات المحاكمة. فالمرأة إذا عملت في المحاماة يشترط فيها ما يشترط في المحامي أولا، أن تكون الدعوة محقة وأن تلتزم الأمانة والإتقان العمل، لكن أيضا يشترط في حقها
أن تكون أيضا يعني ملتزمة بالحجاب الشرعي والانضباط أثناء الدخول إلى الجلسات المحاماة، جلسات القضاء والخروج من المحاكم، وألا تتبرج وتظهر المفاتن والزينة، إضافة علاوة أن يكون عملها لحاجة، أن يكون عملها لحاجة بإذن وليها. إذا كانت متزوجة فبإذن الزوج، وإن كانت غير متزوجة فإذن وليها. يعني هذا لأن الأصل أن تقر المرأة في بيتها إلا كانت هناك حاجة لها للعمل أو احتاجها العمل. فإذا كانت محتاجة للعمل واستأذنت زوجها أو وليها والتزمت ضوابط العمل في المحاماة فلتعمل في المحاماة ولا بأس. نعم دكتور، عندما يقوم أحدنا بتوكيل محام في مسألة معينة قضائية أو جنائية أو غير ذلك، ما هو تكييف العلاقة التعاقدية بين صاحب القضية أو الموكل وبين المحامي الذي سيترافع أمام القضاء؟ العلاقة بين الموكل صاحب القضية والمحامي هي علاقة وكالة بأجر. نعم. هناك عقد بينهما صار بعد الاتفاق، تكييفه أنه وكالة بأجر، يأخذ أحكام الإجارة، وصار المحامي ملزماً بأن يتابع الدعوة عن الموكل، وأيضاً الموكل صار ملزماً بأداء الأجرة حسب الاتفاق. طيب دكتور، هل هذه العلاقة بين المحامي وصاحب القضية هي ملزمة للطرفين؟ بمعنى أنه مثلاً قد يقوم صاحب القضية مثلاً أو الموكل إذا لم يعجبه عمل المحامي بعزله مثلاً، أو أن مثلاً يتراجع عن الوكالة، فما حكم هذا العقد؟ هل هو ملزم أم غير ملزم؟ هو عقد، ما دام هناك عقد إجارة أو أسميناه وكالة بأجر هو عقد ملزم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا اتفق الطرفان على أن يقوم المحامي بالدفاع ومتابعة الدعوى عن الموكل فقد التزم عملا عليه أن يؤديه، وليس له أن يتراجع، وليس أيضا للموكل أن يعزل المحامي إلا باتفاق الطرفين إذا رضي المحامي أو يعطيه أجره. نعم. أما أن نقول أن هذا العقد بينهما غير ملزم، لا، هو عقد ملزم في الحقيقة، هو عقد ملزم، وعلى كل طرف أن يلتزم بما التزمه في العقد. شيخنا، هل يجوز للموكل أو لصاحب القضية أن يوكل أكثر من محامي في قضية واحدة أو في دعوة واحدة؟ مسألة لا بأس فيها، يوكل. نعم. محامياً، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، لا يهم، يعني له أن يوكل عشرة حتى، هو ما يراه مناسباً. يعني يجوز توكيل أكثر من محام في دعوة واحدة، هذا أمر جائز لا بأس به. دكتور، عادة ما يتفق المحامي مع الموكل صاحب القضية على أجرة. نعم. يسمونها أتعاب المحاماة. صحيح. نعم. وأحياناً هذه الأجرة قد تكون نسبة مئوية وقد. نعم. تكون مقطوعة مثلاً 500 دولار. صحيح. فما حكم أخذ النسبة المئوية مثلاً؟ يقول له إذا حصلت القضية لك 10%، أو إذا حصلت المبلغ كذا لك 5% أو 20%، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا إذا اتفق الطرفان على أن يكون له نسبة من التحصيل فصار العقد جعالة، صار العقد جعالة. يجوز أن. نعم. أتفق مع المحامي أنه إذا ربحت القضية فلك أن تأخذ نسبة من التحصيل، إذا حصلت شيئا فخذ نسبة منه، صارت هنا، صار العقد هنا جعالة، والاتفاق جائز ما دمت قد حددت النسبة التي سأعطيها للمحامي، 10% أو الثلث أو النصف، أمر جائز لا بأس به إن شاء الله. دكتور، قلتم بجواز أخذ الأجرة كنسبة مئوية. نعم. طيب ماذا لو لم يحصل المحامي شيئا من القضية، خسرت القضية مثلا، لم يحصل شيء، فكيف ستكون أجرته؟ قلت هنا صار العقد جعالة. نعم. والجعالة عقد على الغاية، عقد على الغاية، يعني إذا حصل المحامي أخذ، لم يحصل لا يأخذ. والمسلمون عند شروطهم، هو المحامي اتفق مع الموكل أني إذا حصلت شيئا في القضية آخذ أجرا أو آخذ جعلا مقداره كذا 10%، إذا لم يحصل لا شيء له. نعم دكتور، هناك صورة أخرى، يقول المدعي أو الموكل عفوا لصاحب القضية للمحامي. نعم. يقول له مثلا
إذا ربحت القضية فلك 1000، وإذا خسرت القضية ليس لك شيء. أو يقول له مثلا إذا ربحت القضية فلك 1000 دولار، وإذا خسرت القضية لك 500 دولار مثلا، فهل هذا جائز؟ أقول إذا كان ما دام هذا الاتفاق قد وافق عليه المحامي وتراضيا عليه فهو أمر جائز. هو يعني في النتيجة هو اتفاق على الأجرة، يجوز أن تكون الأجرة محددة بمقدار معين ب500 دولار، ويجوز أن تحدد بمقدارين، 500 إذا ربحت ويعني أكثر أقل من ذلك إذا خسرت، ويجوز كل هذه الصور جائزة إذا اتفق عليها الطرفان وكانت محددة في العقد. كل هذه الصور جائزة إن شاء الله تعالى. نعم. متابعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. بالعودة إليكم متابعينا الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، نتكلم عن أحكام المحاماة. دكتور، أحسن الله إليكم. هناك صورة مشتركة بين الصورتين، وهي أن يتفق المحامي مع الموكل صاحب القضية على أجرتين، أجرة مقطوعة وأجرة نسبية مثلا، فيقول له أنا أخذ 1000 دولار وأخذ مثلا 10% من التحصيل الذي سأحصله، فيكون بذلك له أجرتان، فما حكم الشرعي في ذلك؟ طالما أنه إذا اتفق المحامي مع الموكل على أجرة مقطوعة فيجوز، كذلك يجوز إذا اتفق معه على أجرة بنسبة شائعة، ويجوز أن يجمع بين الأجرتين، ويجوز أن يجمع بين الأجرتين، فيكون هنا إذا انتهت القضية فله الأجرة المقطوعة، وإذا حصل شيئا من المال الذي حكم به فيأخذ نسبة، فيجوز أن تكون الأجرة مقسمة على أجرة مقطوعة وأجرة بنسبة شائعة من المبلغ المحصل. أيضا هذه الصورة التي ذكرتها هي صورة جائزة لا حرج فيها إن شاء الله. نعم. دكتور، أحيانا يتصالح الخصمان بعد رفع الدعوة، ويكون المحامي مثلا قد بذل شيئا يسيرا من جهده، نعم، فهل يستحق أجرة لقاء ذلك؟ هو كما قلت، إذا كان العقد على أجرة معينة وقد بذل المحامي جهده للحصول إلى الحكم القضائي فحصل التصالح بين الطرفين، فالصحيح أنه يأخذ إذا حصل الصلح بين الطرفين، يعني تصالح المدعي أو الموكل صالح خصمه، فهنا يأخذ إن كانت الدعوة قد يعني لم يبذل فيها جهدا كبيرا فيأخذ أجرة المثل في هذه الدعوة، يأخذ أجرة المثل، يعني لأنه يعني ينظر كم يأخذ المحامي في مثل هذا العمل، فنعطيه أجرة المثل في العادة. نعم. طيب دكتور، ماذا لو كانت أجرة المحامي اتفقا على نسبة مئوية؟ نعم. وحصل الصلح وأسقط المبلغ، يعني المدعي مثلا أو الموكل أسقط حقه كاملا، وكان الاتفاق مع المحامي على نسبة مئوية، فهنا وحصل الصلح، فماذا يستحق؟ يعني أيضا أراها يعني تعامل كالحالة التي قبلها، أيضا ينظر إذا كان اتفق معه أن يأخذ نسبة 10% من المبلغ المحصل ثم أسقط المدعي أو الموكل حقه عن خصمه، فأيضا ينظر إلى أجرة المثل. نأتي إلى المحامي نقول لهم كم تأخذون أجرا في مثل هذا العمل الذي عمله هذا المحامي، يقولون يأخذ مثلا 1000 دولار، نعطيه 1000 دولار، يعني يصار إلى أجر المثل، لأن هنا الأجر أصبح مجهولا، الأجر أصبح مجهولا، وإذا فسدت الأجرة يصار إلى أجر المثل. نعم. دكتور، تصرفات المحامي أمام القضاء، نعم، قد بينتم أنه هو وكيل، نعم، ووكيل عن الموكل، نعم، ووكيل عن هو الموكل، وكيل بالخصومة، نعم، هو وكيل بالخصومة، فما حدود هذه الوكالة؟ وهل تشمل إحضار الشهود والطعن في الحكم بعد صدوره وغير ذلك؟ هو هذا يحدده صك الوكالة أو صك التوكيل، هناك صك توكيل يوكل هذا الموكل يوكل المحامي. الأصل أن المحامي لا يقوم بأي تصرف فيه مسالمة، يعني ليس له أن يصالح الخصم إلا إذا كان موكلا بالصلح، ليس له أن
يعني ويقر للخصم إلا إذا كان موكلا بالإقرار، ليس له أن يقبض المال إلا إذا كان موكلا بالقبض. الوكالة، هذه الوكالة إما تكون وكالة مقيدة بأعمال معينة فيلتزم بها الوكيل، وما تكون مطلقة فإن كانت مطلقة كما قلت يقوم بالأعمال التي فيها مطالبة فيها متابعة. وأيضا الوكيل في العادة أن المحامي يتابع الدعوة في البداية وفي الاستئناف وفي التمييز إذا لم ينص، وهو أيضا عليه أن يتابع مسألة حضور الجلسات وإحضار الشهود وتقديم الدفوع وكل ما يتعلق بالدعوة، كل ما يتعلق بالدعوة عليه أن يتابع منذ رفع الدعوة حتى الفصل في الدعوة. وأيضا ممكن أن يقيد بأمور أخرى مذكورة ينص عليها في صك الوكالة. نعم دكتور، قد يقصر المحامي في الدفوع مثلا أو يتغيب عن بعض الجلسات، فهل يحق، فمقابل ذلك خسر الموكل الدعوة، خسرها بسبب تقصير المحامي، فهل يحق للمحامي أن يطالب بأجره، وهل يحق للموكل أن يمتنع عن دفع الأجرة؟ قلت أنا بالنسبة للاتفاق بين المحامي والموكل هو وكالة بأجر ويأخذ أحكام الإجارة، والأجير الذي هنا هو المحامي هو أمين، فيضمن إذا تعدى أو فرط، إذا لم يتعدى أو لم يفرط فلا يضمن. فننظر هنا، ننظر هل المحامي قصر، فإن كان المحامي قد قصر في تقديم الدفوع وقصر في متابعة الدعوة فأدى ذلك إلى خسارة الدعوة فيتحمل المحامي الضمان. نعم. نعم. وليس له أن يطالب بأتعابه في الوقت الذي تسبب بخسارة الدعوة لموكله. نعم دكتور، قد يموت المحامي الموكل بالدعوة أو يصيبه مرض مثلا يمنعه عن مزاولة العمل أو يسجن أو يسافر أو غير ذلك، فهنا ما هو التصرف الشرعي الذي ينبغي أن يقوم به الموكل صاحب القضية، وهل يستحق المحامي أجرا على عمله السابق؟ هنا إذا مات المحامي فقد انتهت الوكالة، يعني انتهت الوكالة بموت المحامي أو خروجه عن إذا خرج عن أهلية التصرفات، فيقوم الموكل بتوكيل محام آخر، وهذا المحامي يعني ينظر في مسألة المدة التي كانت سابقة كم أجرى يعني من عمل، فيعطى يعني أجر المثل، والباقي المحامي الجديد يتابع الدعوة. ويعني لكن بالأصل المحاماة أو الوكالة هنا تنتهي بوفاته أو يعني خروجه عن أهلية التكليف. نعم دكتور، قد يعلم الموكل صاحب القضية أن المحامي قدم دفوعا كاذبة وأدلة باطلة حتى كسب الدعوة، فهل يجوز له أن يأخذ الأموال التي حصلها من ذلك أم كيف يتصرف؟ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. نعم. لا يجوز للموكل أن يأخذ مالا لا يستحقه ولو حصله بحكم القاضي، فحكم القاضي لا يغير من الحق شيئا، فإن علم الموكل أن ما أصابه من حق أو ما حكم له بمال لا يستحقه وأن المحامي قام بتقديم دفوع غير محقة أو مبطلة لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، فإنما هو قطعة من النار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا دكتور وأحسن الله إليكم. وإليكم أخي الكريم، حياكم. إلى هنا متابعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء، والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم. انتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم درهم ودينار. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.